بالعدوان اللي عم تكون فيه روسيا على أوكرانيا والشعب الأوكراني، تقريباً كل العالم أدان هذا الغزو، وأغلب دول العالم فرضت عقوبات على نظام بوتين. وأنت بخضم هالأخبار فجأة بيطلع قدامك خبر الموسيقار الكبير علي الديك، وبيصدمك بخبر إلغاء حفلة بأمريكا رداً على العقوبات الغربية بحق روسيا. يعني الحقيقة خبر صادم. أنا هلأ عم بتخيل حالة الأمريكيين هناك، كيف رح يقدروا يكملوا حياتهم بدون حفلة علي الديك؟ لك كيف رح يقدروا يفيقوا الصبح من دون طل الصبح ولك علوش؟ طيب حط المزح جنب، أنا مطرب الكراجات وقت ألغى حفلة بأمريكا، إذا كان في حفلة من أصله بشو فكر هو عم يصرح بالمقاطعة؟ أنه من كل عقله؟ عن جد يعني no comment. خلينا نشوف السوريين شو عملت كومنت على خبر الفاجعة. تعليق من أبو حمزة بيقول: أمريكا تقرر سحب جميع أسطوانات علي الديك من جميع أراضيها بما فيهم الأسطوانة اللي فيها أغنية طل الصبح ولك علوش، وفيها تصريح مؤثر وحاد لوزير الثقافة الأمريكي عن الموضوع، وقال: نعم شعبنا الحبيب اعتاد على هذه الأغنية كل يوم صباحا، ولكن بعد قرار علوش المنحاز والمستغرب أبوه إذا بيطل الصبح، قادرين نعيش بلا صبح لأكثر من 6 أشهر وأمريكا صامدة صامدة صامدة. تعليق آخر بيقول: الاقتصاد الأمريكي منهار صديقي، وبايدن ظهرت على جبهته علامة سوداء من الصدمة. أما جمعة علق وقال: أنا لو كنت مكان بشار كنت فوراً عطيته منصب مفتي الجمهورية أو وزير الأوقاف. تعليق من نور بيقول: الحقيقة انهزت أركانها لأمريكا بهالشي، بايدن رح يعيد النظر بالعقوبات بعد إلغائك لحفلتك، حرام عليك، ليش لتكسر الاقتصاد الأمريكي بهالعملة يا زلمة؟ تعليق من الخالدي بيقول: وأنا عم أقول ليش الدولار اليوم ميت ونازل كتير مقابل العملات الأخرى، طلع أبو ديك مدري جاجة مسوي لهم عقوبة. تعليق من بشار بيقول: ضربة قوية من أبو الجاجات لأمريكا رد فيها اعتبار سوريا والعرب،